السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم واحده الطارطه كنت وجدتها مع ولدي الصغير، تاختها تاع الحبات التفاح، وغادي طيبوها ماشي في الفرن، غادي طيبوها في المقلة. طريقه والله العظيم لا اسهل، تبعوا معايا الفيديو. الا تحتاجوا كما راكم تشوفوا، تقدروا ديروا التفاح، تقدروا ديروا البنان كما تحبوا. المهم انا اليوم غادي ان شاء الله نوجدها معكم بالتفاح. كما راكم تشوفوا غادي تقطعوا، تغسلوا التفاح ومن بعد تقطعوه. وغادي تحتاجوا كما قلت لكم مقله، وغادي تحتاجوا هذا البابي، غادي تقطعوا زوج، باسكو واحد غادي ديروه تحت لاطاخت وواحد غادي ديروه فوقها. من بعد نفهمكم، باسكو هنا صرات لي غلطه، من بعد نفهمكم. المهم كما راكم تشوفوا غادي تقطعوا البابي على حسب المقله تاعكم، طول تاعها والعرض، وغادي تدهنوها بالبليدام بالزبده ولا الزيت كما تبغوا باش ما تلصق لكمش. وهنايا تكونوا موجدين الكراميل، راني ديجا حطيت لكم، غادي نحط لكم نفس الفيديو الغوسات تاع طريقه الكراميل. المهم هذاك الابيض اللي راكم تشوفوا فيه، هذا كنت لوز، كنت طحنته زعما مويه وحطيتها من الفوق. المهم انتم الا ما عندكمش اللوز ما ديروش اللوز. المهم غادي ديروا البابي الاول، ومن بعد غادي تضيفوا الكراميل، ومن بعد ديروا عليه هذاك التفاح المقطع. وغادي تحتاجوا للعجينه، غادي تحتاجوا زوج حبات تاع البيض، ضيفوا لهم ساشي تاع فانيلا، واللي ما عندوش ساشي تاع فانيلا ديروا ملعقه كبيره تاع فانيلا ليكيد. المهم تخلطوا زوج حبات تاع البيض، وحده ساشي تاع سكر فانيلا، وغادي ديروا زوج مغارف حتى ثلاث مغارف كبار تاع سكر. انتم الا تبغوا حلوه ولا ما تبغوش حلوه، انا درت زوج معالق وانتم كيما تبغوا. نعاود لكم الطريقه، زوج حبات تاع البيض، وحده سكر تاع فانيلا ساشيه، وغادي ديروا ثلاث ملاعق سكر، وغادي تضيفوا عليها اربع ملاعق تاع الزيت، حتى الزيت كيف كيف. انا درت اربع مغارف كبار، وانتوما الا تبغوا ديروا خمس مغارف. نعاود لكم الطريقه ان شاء الله. غادي ديروا زوج حبات تاع البيض، وحده ساشي تاع سكر فانيلا، غادي ديروا ثلاث مغارف تاع سكر، وغادي ديروا كاس حليب. على الكاس درت قلعوا منه شويه، زعما انا درت كاس فيه 165 مليلتر، زعما كاس حليب قلعوا منه شويه. وغادي تضيفوا عليه وحده تاع خماره الحلوه، وغادي ديروا ابوبري 10 ملاعق تاع الفرينه تاع الفورس. نعاود لكم بالدارج هكا، ما ديروش خطا. زوج حبات تاع البيض، وحده فانيلا، ثلاث مغارف سكر، ربع مغارف حتى الخمسه زيت، ديروا وحده خماره الحلوه، وغادي ديروا كاس حليب اللي فيه 165 مليلتر، زعما كاس قلعوا منها غير شويه، وغادي ديروا ابوبري 10 تاع الملاعق تاع الفرينه، حتى العجينه تاعكم تجيكم كيما الموسكوتشو كيما الكاطو ياغورت. المهم انا كان باقى لي شويه تفاح مقطع، زدتها معاه في العجينه، وانتم كيما تحبوا ديروا قرصه تاع الملح مع العجينه، وديروا فيها شويه قرفه، اللي يبغي القرفه يدير شويه، انا كنت درت شويه قرفه. غادي تخلطوا العجينه مليح مع لافوي، وغادي تضيفوها فوق هذاك التفاح اللي قطعناه، وغادي تحطوها في الفرن. ساهله مهله، ديروها في الفرن طيب على مهلي، يعني الغاز تاعكم لازم النار تكون هادئه، وتغطوه ببلاه باش ما يدخلوش الريح، نقصوا النار وتغطوها.
هي تقعد لكم ابخي 15 دقيقه. واللي عندها الفرن تاعها يحمي بزاف تقدروا ديروا طاجين من تحت وديروا المقله فوقه، ديروا طاجين هو الاول من تحت، طاجين تاع المطلوع ولا الخبز ولا تاع مسمن، وديروا فوقه المقله تاعكم. المهم كما راكم تشوفوا هنايا اللي درت خطأ، سمحوا لي. الحمد لله يا ربي خممت وقدرت نسلكها. يعني شوفوا انا يا هنايا درت البابيي من تحت باش ما يلصقليش، بصح من الفوق ماذا بيكم من تبغوا تقلعوها طيب لكم من تحت، تبغوا تقلبوها ديروا ان بابيي من الفوق، داك الكاغط غادي ديروه من الفوق باش من تقلبوا ما تلصق لكمش. كيما راكم تشوفوا كيما هكا غادي هي تكون في المقله طيب، نتوما ترقبوا عليها غير تسيبوها طابت، ديروا عليها البابي قبل ما تقبلوها هكا تقلبوها، يعني يكون كاغط هذاك اللي ما يلصقش يكون كاغط من تحت وكاغط من الفوق. غادي تقلبوا وترجعوها للمقله، سي با اوبليجي تغطوها، وانتوما ابخي تخلوها 3 دقائق، ولا انا خليتها اكثر شويه باسكو بغيتها تكون شويه يابسه شويه قاسحه يعني كروستيونت شويه. كما راكم تشوفوا تخلوها طيب مع ذاك البابيي، ما تقلعوش من تحت، النار هادئه ابخي 5 دقائق. راني وجدتها مع ولدي الصغير ماشي طريقه صعيبه. المهم غادي نقلع لكم باش نوري لكم كي طابت من تحت من قلبتها. يجيكم ضياف هكا دقيقه تاليه ولا تحطوها، ولا رمضان ان شاء الله راه جاي توجدوها فاني. المهم انا من طابت لي ضفت عليها باسكو انا نبغي بزاف القرفه، رشيت عليها شويه قرفه من الفوق، نتوما اختياري تقدروا ترشوا فوقها ثاني حتى اللوز ولا المكسرات اللي تحبوا. ها هي لا طاخت تاعنا وجدت. غادي نقطعها معاكم ان باغ باش تشوفوها. شوفوا من درت البابي غادي غير تبونشو شويه، فو بونشي لا بوال سور لو كوتي وغادي تجلسي لكم كما راكم تشوفوا. وما تشتش طابطيها بزاف 15 دقيقه كيما راكم تشوفوا. انا خليتها شويه طابت بزاف من تحت باسكو بغيتها هكا تكون كروستيون تولي قاسحه شويه. المهم ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، وما تنساوش ديروا لي لايك والاعجاب بالقناه وتبخشوها مع صحابكم، ونقول لكم ان شاء الله تكونوا بخير. مع السلامه.